قضية الحوار الوطني هذه من أهم الأفكار التي دفعت عنها دولة، وهو أن يجب الآن أمام فخامة المشاريع، أمام تعقيد المشاريع، أمام تعدد مصادر القرار، أمام كثرة اللوبيات، يجب أن نتعلم الفوز مع بعضنا البعض وأن نكتشف الحلول مع بعضنا البعض، وهذا بعيدا عن كل تكلف، لأن الحوار الوطني يمكن أن يكون تكلف، يمكن أن يكون مجرد يعني صيغة إعلامية للتواصل مع وسائل الإعلام، ولكن حسب رأيي إذا لم يكن هذا الحوار فعلا حوارا وفعلا وطنيا فإنه لا يمكن أن نجد منه إلا الزوال. كيف سنواجه إغراء العلوم السهلة مثل هذا الغازوشيست؟ كيف سنواجه إغراء أو قوة اللوبيات المتعددة التي ستحاول أن تفرض علينا مثلا قضايا الطاقة النووية؟ وكلكم تعلمون أنها خيارات يجب أن نتركها جانبا لما رأيتم تأثير بالغ السلبية على المحيط. كيف نقاوم إغراء من يريدون الآن أن نعود إلى الفحم، أي أن نساهم نحن ولو بجزء صغير في تسليم القرض، والحال أن علينا الآن أن نساهم ولو بجزء صغير في إنقاذ الطقس العالمي ونتحمل مسؤوليتنا فيه. الغاز الصخري كما الطاقات المجددة كما الطاقات التقليدية هو حل من الحلول. اليوم هي في طور الدراسة، واحنا الهدف منا كونه نمشي لكافة المتدخلين من المجتمع المدني، من الخبراء، من السياسيين، من الاقتصاديين، من كافة المنظمات باش ندرسوا مع بعضنا شنو الاتجاهات. دراسة هي، ومن بعد القرار يصير بالاتفاق مع كل المنظمات هذه. ما فما حتى شيء نتاع هنا نفرضوا احنا استراتيجية وهذه هي اللي باش نتمشى فيها، وهذا هو اللي نتمشى ان شاء الله لمدة الحوار هذا. لكن سمحني بخصوص غاز الشيست، حتى كان ما نعرفوش، انا كي ندخل على جوجل نلقى اللي غاز يساهم في سرطان المياه، غاز يساهم في تشويه خلقي، غاز يضر الطبقة التربة يعني ونجم يأثر على الأرض وما يخليش من بعد تولي صالحة للزراعة. ما نتصورش أكثر من مخاطر هذية حتى باش نبعدوا على غاز كيف هذا. صحيح عندك الحق، وأن كون يفوا نقول بالنسبة لينا الغاز الصخري والطاقات الغير التقليدية هي يعني حل من الحلول وماهوش مشكل من المشاكل، هذا اللي نحب نأكد عليه. ولكن احنا اليوم ما نجموش نقولوا كونه الريفرنس نتاعنا هو جوجل، ولذا يلزمنا نقوموا بالدراسات. واحنا عندنا مجله محروقات واضحه، عندنا قانون واضح، عندنا تدعيم يعني من وزاره البيئه على الحكايه هذه اللي تقوم توا بالواجب نتاعها في اقل اشكال في الدراسه، في اقل اشكال في الاستكشاف في الدراسه نجم توقف على الرخصة إذا موجود يعني رخصة الغاز يعني الطاقات الغير التقليدية. هذا مين يشكو يقول يا أخي صحيح تونس الدرجة جايبين زير وليبيا وما عندهاش بترول ما عندهاش موارد نفطية كبيرة. أخي العزيز اللي نجم أكد لك فيه اليوم ومع طرحنا للوضع الطاقي اللي موجود في البلاد كان عنا أقل قطرة في البلاد رانا ما نشبش نسيبه فيها ولا نخليه تحت الأرض. يعني احنا اليوم وريناكم اليوم بالدليل دونك التقديم اليوم كونوا راهو عندنا اشكال كبير، الاشكال الكبير يتمثل في العجز الطاقي، والعجز هذايا فيه يعني تضخم دعم على ميزانيه الدوله. يعني اذا عندنا اقل حاجه اليوم تعاوننا باش نقصوا من الدعم على ميزانيه الدوله، باش نعاونوا ندعموا بها الاستثمار، باش نحلوا مشاكل التشغيل، باش نلبي كل الطلبات، راهو ما ندخلوش عليها. وإلى حد الآن وكل الإشارات تدل كونه يعني 70% من يعني البلد التونسية تمت يعني الاكتشاف والاستكشاف فيها ما فماش يعني ديجيزمان في النفط ولا الغاز اللي هما يخليونا اليوم نقولوا هاي باش تتحل المشاكل متاعنا ونجموا نتفاداو العجز هذا. بالنسبة للإطار التشريعي نشوفوا احنا كي جينا نشوفوا شنو هو اللي ناقص الإطار التشريعي اليوم. إطار التشريعي اليوم ناقص هو الدعم للطاقات المتجددة والجديدة، وفي هذايا قمنا يعني مع فريق عمل ثاني بتحديد يعني تثمين وتحيين الإطار التشريعي للطاقات الجديدة للاستثمار الخواص للاستهلاك الوطني وإلا للتصدير. يعني هذايا فما فيه اتفاق، المشروع حضر باش يتعدى كما تعرفوا على القنوات العادية اللي هي رئاسة يعني
مجلس الوزراء والمجلس الوطني التأسيسي. وفي المجلس الوطني التأسيسي وخاصة في لجنة الطاقة هما موعين بالحكاية هذه وقالوا لنا عندهم ضغط كبير هما في الفترة هذه صحيح، وقالوا لكم شيء يعاونونا باش ينجموا اون ادوبت يعني الإطار التشريعي هذايا في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للإطار التشريعي في مجلة يعني في المحروقات، شنو المطلوب؟ كان مطلوب باش نزيدوا نقوي في الإطار التشريعي لمجلة المحروقات باش احنا مستعدين من بعد ما يتلموناش نقولوا نهربوا في المستثمرين. كان باش نحلوا أكثر اليوم في مجلة المحروقات، ما تجيوش تلموا علينا زادة باش نقولوا هاكم حليتوا دوم في مجلة المحروقات والدولة مش قائمة بالواجب نتاعها خاصة في مجال المحروقات والتنقيب. يعني احنا قاعدين اليوم ندرسوا كيفاش نجموا نطوروا المشروع هذايا في يعني مجلة المحروقات خاصة يعني المجلة التشريع باش نشوفوا كيفاش يعني لادوبتي للمنظومة الجديدة في تونس إن شاء الله في حكاية التنقيب في المدن. سؤال سيدي، هناك بعض الشبهات تحوم حول استغلال بعض الآبار في البرمة وفي العقول النفط، يعني ما هو المسار القادم إن شاء الله هناك سؤالات إعادة نظر في العقود وفي السياحة؟ والله هذه بالنسبة للمواضيع هذه احنا سمعت عليها برشا قبل ما نجي، يعني انتم تعرفوا اللي عنا كان 4 شهور لهنا دونك موجودين لهنا، وحاجة بها كون اليوم في 4 شهور هذه وصلنا باش نعملوا إطار تشريعي، وصلنا باش نقدموا حوار وطني للطاقة، وصلنا باش نوصلوا اللي وصلنا هذوما يعني دونك والحمد لله في الحكاية هذه وتضافرت جهود الناس الكل في الوضع هذا. بالنسبة للمواضيع هذه ونشمل أكثر المواضيع هي الفساد ككامل باش نكونوا واضحين، ثم شيء موجود في نزاعات في دونك في إدارة النزاعات اليوم، فما شيء موجود في القضاء، وفما شيء موجود تحت التحقيق، وإحنا نمشيو كان بال يعني لابروف دونك نمشيو بالابروف، ما نجيوش نمشيو على إشاعات في مناطق ولا في بعض البلوكات يعني اللي موجودين في تونس. يعني احنا شو نقولوا احنا بالنسبه لي احنا باش نقوموا ان شاء الله بتدقيق لل كونترا اللي موجودين في مجله المحروقات، يعني تبع المحروقات كلها اللي صايره في البلاد في النفط والغاز، هذه باش نقوموا بها. ثاني حاجه يظهر لنا كونه اليوم تفرق زاده كيفاش انسان باش يجي يستثمر في التنقيب والاستكشاف في النفط والغاز عن طريق يعني آلية واضحة وشفافية، وباش تكون زادة يعني هي بوبليك، يعني هي دونك يعني اللي ديجا بوبليك. ولكن بالنسبة للقضايا هذوما فما قضايا احنا قاعدين توا نحل يعني نشوفوا فيهم نعمل في تحقيق بالنسبة لمجلس الوزارة، فما بارتي مشات في القضاء، فما بارتي مشات توا للنزاعات باش ندرسوها ان شاء الله في حول الله.